مسرح كبير في الدنيا دي واقفين وكله في دوره بيمثل او عايشين على مسرح كبير في الدنيا دي واقفين وكله في دوره بيركز او عايشين يا نغش خد عندك اخويا ابراهيم نجم تلاقي كتير لو بنضحك على اللي لقى عنده ضمير يا نغش خد عندك تلاقي كتير اسكندريه وابطالها الدباح لو بنسال على اللي لقى عنده ضمير في الشر بقينا في الشر بقينا أسكن في الشر بقينا أسكن من الشيطان بكتير طول الوقت بنفكر في بكرة ولينا شايل ايه طول الوقت بنتنور على صاحب نقابل ليه مفيش ولا حاجة مضمونة
العينين والناغية الفامي. الله 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 حكم لقمان ورطلة داود وعفة مريم أنا بغار عليها وانا بغار عليها انا بغار عليها من ثيابك ولو البست فوق جسم منعزل وواحدة اخرى كنا على فقال لي تسلى انا قلت لمن كيف تسلى وبالاحشاء نيران شارب الخمر يفيق من بعد سكرتي اما شارب الحب طول العمر سكران مع الناس لكن مع ربنا ايه اللي مش سكران يرفع ايد الفوق سكران 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 وحدود